ده بتاع عوض الشحات. تشكر يا استاذ. هو بلا مؤاخذة لما العيان يروح للدكتور عشان الدكتور يقول له انت عيان ولا عشان يعالجه؟ طب هدي نفسك يا معلم، وكل عقده وليها حلال. الله طبعا ايه يا استاذ. طب يا معلم ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. الواد ده عمل كده ليه؟ اهو بقى طلع خسيس وقليل الاصل، المهم تقدر تعمل له ايه؟ اهو ده مربطه فرس. بس لاحظ حاجه يا معلم. ايه؟ انت مضيت على البيع. اه. ورحت النيابه واعترفت انك بعت الفرن لعوض الشحات، وكل ده تم من غير ما تاخد رايي. تاخد رايك في ايه يا استاذ؟ اخش السجن ولا لا؟ ما علينا. انا شايفه دلوقتي يا معلم. أوه. الموضوع ده يتحل بالتراضي، ومفيش حل تاني غير كده، لان الفرن دلوقتي بتاع عوض الشحات. ده انا كنت اذبحه. هيفيد بايه ذبحه يا معلم؟ هو هيموت وهو صاحب الفرن، وانت يا معلم هتخش السجن. يعني مفيش حل تاني يا استاذ؟ بكل اسف يا معلم مفيش حل تاني. سلام عليكم يا شفروت. مرحبا عم صابر. انا قلت برضو المعلم لازم هيكون هنا. استنى بس عم صابر ما اسال المعلم اذا كنت تطلع ولا لا، احسن مزاجهم قاري. واطلع يا شفروت. اتفضل يا عم صابر. اتفضل يا عم صابر، اتفضل اتفضل. السلام عليكم يا معلم. وعليكم السلام، خطوة عزيزة يا بالطعمة، اتفضل. اقعد يا صابر. لا مؤاخذة يا معلم، أصل سمعت كلمتين كده مش ولا بد من الواد عوض الشحات، قلت أجي أقولهم لك. كلمتين إيه إن شاء الله؟ بيقول إنه بعت لك إنذار علشان تسجيل الفرن، وإذا ما اتفقتش معاه هيرفع عليك قضية وياخد الفرن. والكلام كتر في الحي وهيكتر أكتر وأكتر. وانت الحمد لله حبايبك كتير. طيب يا ابن الشحات، بقول ايه يا معلم؟ اه مادام عوض صاحب حق. حق؟ حتى انت بتقول صاحب حق يا صابر؟ مش انا اللي بقول يا معلم. امال مين اللي بيقول؟ القانون وعقد البيع اللي معاه. على رأي المثل، لو كان ليك عند الكلب حاجة قول له يا سيدي. خلاص يا صابر روح هات ونتفاهم معاه. ما انا قلت له يجي معايا. اه. قال انه حالف ما يجيش هنا تاني ابدا. انا بقول ايه يا معلم؟ اه. نتقابل عندي في البيت، لا من شاف ولا من دري، ونخلص الموضوع. اه على ارض محايده يعني. ايوه. ونجيب شهود من اضاليا. خلاص يا صابر. الشاي يا سيدي المعلمين، وعقبال الشربات. اه يا زمن، طلباتك يا ابن الشحات. انا مش عايز غير حق ابويا بس. وانا رقبتي من جنيه لمية. اسمع يا معلم، حق في نص الفرن انا تمنته 15,000 جنيه. 15 ايه يا واد؟ طب انا بقى مش دافع ولا مليم. هدي نفسك يا معلم. يبقى خلاص بقى يا معلم كده، يبقى الفرن بتاعي. ما تتكلم يا طعمة. الله، اتكلم اقول ايه؟ المعلم عوض كلامه مظبوط، حقه وهو اولى بيه. اسمع يا معلم، اتفضل. ماين ما عوض لانه بيتكلم جد. انت شايف ايه يا صابر؟ انا شايف ان خير ربنا كتير. اه. اديله اللي هو عايزه، خليك تخلص. ماشي اخلص عشان احنا كمان نخلص يا ابو طعمه. ضبط الشيكات. عوض الشحات. عوض الشحات ابراهيم الشحات. عاشت الاسامي، اتنين شحات. بس هنا في شحات واحد. اتفضل يا معلم. يزيد فضلك. بسم الله.
على بركة الله يا سيدي. تسلم ايدك. اتفضل يا معلم عوض، امضينا بقى العقد. هات القلم يا عم صبري. 2 شحات مش وحش. هنسجل امتى بقى يا معلم عوض؟ والله ما اصرف الشيك الاول يا معلم داغر. الله يرحمك يا شحات، كان طيب. عن اذنكم دلوقتي يا عم صابر، احنا خلصنا من الواد ده. النهارده الثلاث وبعد بكره الخميس هيكون كاتب كتابي على طعمه. الحارس الله والصلاة على النبي، الحارس الله والصلاة على النبي، الحارس الله والصلاة على النبي. We'll be right back.
مصابك. فرح بنتي يا معلم. ما انا عارف. انما ايه لما قعد البتاع ده جنبها؟ عوض اتجوز طعمه خلاص. والليلة دي فرحها. يبقى يطلقها حالا. يا الليلة هخليها ميتا. عوض اوعى تعمل. عوض اوعي. لا يا عوض اسمع دغري يا شهابي، مش كل خير اللي يتاكل لحمه. واتفضل بقى من غير ما ترد، احسن انا اللي اخش فيك السجن. السجن الرجالة يا عوض، اللي هيدخل السجن حماك خليلي الوزير يا عوض. وانا موافق يا داغر، بس المرة دي فيك انت. عم صابر. لا لا يا عملت كده انت يا صابر. وليه لا؟ ما انت قاتل قبل كده. فاتتني دي، فاتتني دي. مصابر ليه عملت كده؟ ليه يابا؟ لا يابا، ليه يابا؟ ليه عملت كده؟ ليه يابا؟ ليه عملت كده؟ ده كان كابوس وكاتم على نفسي. انا حاسس اني اتولدت النهارده من جديد.